فيصل كيلاني لاعب اولمبيك خريبكا، مرحبا بك في موقع البطوله. كوم كيفاش جا الانتقال ديالك ديال الفريق اولمبيك خريبكا؟ كنت كنلعب تاوكس بتادا، وتم انتقالي من تاوكس بتادا الى فريق اولمبيك خريبكا عبر وطب تقنية من فريق اولمبيك خريبكا. وكيفاش تشوف المكانة ديال فيصل داخل التركيبة ديال فريق اولمبيك؟ كنتمنى والله انني نبرز كل ما عندي من طاقة، ونتمنى من الإعجاب الجمهور. سي الكيلاني، أنت باقي صغير، عندك 19 سنة، شنو الأمنيات ديالك وأنت تتلعب مع فريق كبير بحجم فريق أولمبيك خريبكا؟ نتمنى الله نبرز الإمكانيات ديالي في شباب أولمبيك خريبكا، وعلاش لا الشارع. وكيفاش تحس بنفسك مع المجموعة ديال أولمبيك خريبكا؟ اللعابة كلهم ممتازين. رسالة إلى الجمهور الخريبكي؟ كنتمنى من الجمهور الخريبكي أنا نعطي كل ما عندي وعلاش لا المنتخب. واش المكانة ديالك غتضمنها ضمن فريق أولمبيك خريبكا؟ إن شاء الله. السيد كيلاني، كنت مع البطولة كوم، وتنتمنى لك التوفيق أكثر. شكرا.